تمام، زي ما كنت بتكلم كده مع الزملاء واحنا بنتكلم عن دراما رمضان، الانتاج المصري للدراما انتاج ضخم، يعني خلينا نقول انه مصر طول الوقت عندها الرياده في موضوع الانتاج ودايما كنت بتلاقي هذا التنوع، ولكن لو انت حطيت كده الدراما المصريه لهذا العام 2023 وبصيت على الخريطه هتلاقي نفسك بتتفرج على مصر في حقب مختلفه. اولا خلينا ناخد من رساله الامام لما تعود انت لهذا العصر وخصوصا يعني قدوم الإمام الشافعي إلى مصر وما حدث وعلاقته بالمصريين وإيه اللي حصل. وكمان أنا سعيدة في المسلسل إنه المسلسل مش كله باللغة العربية الفصحى، بالعكس هم لقوا الجانب إن هم أهل الفسطاط تسمع اللهجة بتاعتهم، لأنه المصريين ما كانوش بيتحدثوا طول الوقت باللغة العربية الفصحى. أنتوا عارفين إن إحنا طول الوقت كمصريين عندنا لهجة. في كتاب الأديبة الكبيرة ريم بسيوني كتبت فأعتقد في كتابها عن القطايع وبالتحديد عن أحمد ابن طولون وهو بيتكلم عن المصريين كان عايزهم يتبوأوا أماكن كثيرة في الدولة، فكانوا بيقولوا له معقولة هتخلي المصريين ياخدوا الأماكن الكبيرة؟ قال لهم هم أكتر ناس بيحبوا بلادهم ويحافظوا عليها. فهنا علقوا قالوا بس اللهجة عندهم مش سهلة، يقصدوا إنه لهجتهم ما كانتش باللغة العربية الفصحى، اللهجة كانت فيها من العامية. هو المصريين أخذوا اللغة العربية وبسطوها على نفسهم. في رسالة الإمام ده واضح جدا، لكن أجمل ما في رسالة الإمام حاجات كتير، بس أنا بتوقف عند الحكم والجمل اللي بيقولها الإمام وبتنزل بصوته. الحقيقة بنبقى مستمتعين جدا لأن هي حكم تقدر تلاقيها أو جمل أو زي ما أنتوا تشوفوها إحنا عايشين بيها حتى اللحظة، يعني لو تم حتى أخذها من المسلسل وبقينا نشوفها على فترات هتلاقي هي اللي بتعينك وتديك طاقة. طيب الكلام اللي بيقوله ده مش هو الكلام اللي بيتكتب في الكتب الأجنبية زي سيكريتس والطاقة والإيجابية؟ أيوة هو نفس الكلام، بس هنا طبعا يعني قد إيه الكلام طالع من القلب وبالنية وفي كده علاقة روحانية جميلة. أجمل ما في الإمام كمان التصوير الرائع، الحالة الجميلة، كان في كده عنده بالذات في الحلقات الأولى البداية وهو يعني قادم من بغداد إلى مصر والصحراء والجمال وهي ماشية وإزاي كانوا بيمشوا مسافات طويلة بالجمال، يعني إزاي كانوا بيتعبوا كل هذه المشقة العظيمة. في الحلقات الأولى مثلا وهو بيتكلم وكانت يعني زوجته مش قادرة على الطريق، طبعا أنت متخيل الناس تركب جمال والطقس الصحراوي أكيد كانت حاجة يعني صعبة طول الوقت، لكن أنا سعيدة أنه في التوقيت ده نعود ونعود إلى الإمام الشافعي ونعود وكمان نعرف تفاصيل. ليه؟ أجيال كتيرة جدا لا تقرأ، يعني ما عندهاش وقت، يعني بلاش أنا ما بحبش أتهم الشباب بس خليني أقول ما فيش وقت. فهيبقى حلو جدا لو أنت بتتفرج والأسرة وتشرح وتقول، بالذات الجيل الصغير يبقوا عارفين كويس قوي أنه الجيل الصغير ده تقدر يتنور عنده حاجة لما هيشوفها بالعين ويشوفها بالكاميرا ويشوفها بالأداء التمثيلي هيكون تأثيرها كبير جدا عليه. طيب زي ما قلت لكم وانت بتتفرج على مصر وعلى حقب معينة هتلاقي نفسك مثلا بتروح عند سر والبيتع عند الأديب الكبير يوسف إدريس تقف عند وطنية المصريين، الوطنية اللي كانت موجودة والرواية دي بتاعته كانت الحقيقة نشرها في آخر الخمسينات، كان وقتها الأديب الكبير يوسف إدريس عمره 31 سنة، فيعني هو كان شايف أن وطنية المصريين أمام أي استعمار فرنسي أو أيا كان دي وطنية المصريين. تيجي بقى مثلا للحقب الاجتماعية تقف عند السوق الكانتو، فتلاقي برضو أن المصريين كتجارة كان عندهم تجارتهم. الكانتو ده بدأ من الإسكندرية، كان من إيطاليا اللي بيسموها البالة أو الملابس المستعملة، كانت بتيجي عبر السفن وتبقى موجودة في إسكندرية وبعد كده اتنقلت للقاهرة ومنها أيضا لبعض المحافظات، ولكن فضلت الكانتو. فهتلاقي كلمة كمان مصرية متاخدة من اللهجة الإيطالية وهي فكرة إيه، أنت رايح الكانتو، دي هدوم الكانتو. ففكرة حلوة قوي كمان إن الدراما بتاخدك إلى حقب معينة حيث التجارة كانت عاملة إزاي والتبادل والشارع عامل إزاي والفتوة اللي هو مش بس فتوة بلطجي، لا بالعكس فتوة اللي هو بيدافع عن الناس وياخد لهم حقهم. فزي ما قلت لك أنت هتلاقي نفسك بتروح تشوف مصر في حقب كتيرة وفترات كتيرة متنوعة، وده أهم ما تقدمه الدراما طول الوقت. خليني كده أرجع بقى، ما إحنا بنتكلم عن الدراما هتبقى فرصة كمان إن إحنا نشوف نجومنا. نجوم المصريين دول على فكرة أنا عايزة أسميهم كنز، لأنه أنت استحالة يصل لك أي مادة إلا بفنان مبدع، فنان عنده من الطاقة، عنده من الخبرة، عنده من الكياسة.
كياسة يعني إيه؟ إن هو يقدر يتعامل مع الكاميرا وكأنه مش شايفها، زي ما أنا بتكلم حضراتكم كده، أنا بتكلم معاكم وكأني شايفاكم، يعني كأني منضمة ليكم في المكان اللي أنتم موجودين فيه. بالنسبة بقى كمان للفنانين، الفنانين أكتر، لأنه هو بيدرس الشخصية، بيذاكرها، وبعد كده بيفصل، بينسى ذاته الحقيقية ويعيش في الشخصية. ولما بيعيش في الشخصية هو فنان مخضرم وعنده خبرة، بتطلع منه شخصية حتى أحيانا هو نفسه ما بقاش متخيل أنه يقدر يعمل الشخصية دي بالأداء دي. عندنا نجمة الحقيقة السنة دي في رمضان مختلفة، يعني نقدر نسميها نجمة رمضان لهذا العام، لأن هي مقدمة الحقيقة أكتر من دور، وبطريقة وبحضور كبير، وهي دايما بتحب تغامر وتحب تقدم شخصية وتروح لشخصيات ما قدمتهاش قبل كده، وتروح لمراحل عمرية عندها بمنتهى الشجاعة، وتقدم بشكل كبير وتفاجئنا، وهي كمان تستمتع وتمتع جمهورها. بتكلم عن النجمة الكبيرة هالة صدقي اللي بتقدم شخصية صفصف، وهي طبعا والدة جعفر العمدة الفنان محمد رمضان، ومشاركتها مهمة جدا في المسلسل، لأن هي عاملة الحقيقة طاقة حلوة. كمان عندها دور مهم جدا في سر الباتع، نفس الطاقة ولكن بطريقة وبأداء مختلف. هي دي هالة صدقي، مش جديد عليها، دائما دائما تفاجئك وتقدم إبهار كبير قوي. الفنانة هالة صدقي، خليني أمسي عليها وأقول لها مساء الفل. أقول لك يا صفصف ولا أقول لك إيه؟ بس مساء الفل يا هالة. مالك يعني بجد أنا مش قادرة أصدق أنت ما تخيلتكيش في الشخصية دي أبدا. ولا أنا والله. يعني لسه بقول عندك من الطاقة والخبرة، رحت لها ازاي؟ بلبسها، بالشيشة، وبعدين هي مش ثابتة، يعني شوية تبقى لطيفة وبعدين تقلب عليهم، يعني هي الشخصية كمان مركبة. هي الشخصية النرجسية كده. ايوه، هي شخصية نرجسية وشعنونة شوية، لكن واضح انها لما فقدت عبد الجواد حصل لها حاجة، يعني اتلبست. ايوه، عبد الجواد هيفضل عامل لها اللبس ده. بالظبط. طيب انت يعني انت طبعا محمد رمضان موجود فنان كبير وله جمهور، لكن الحقيقه المسلسل كله نجوم، يعني علاقتك بالزوجات بقى والشابات اللي موجودين دول، يعني انا شايفه انه المشاهد كلها مشاهد جماعيه وكلها طاقه ايجابيه، كلها تمثيل رائع. لا، هو المجموعة الحقيقة الكواليس كانت عظيمة جدا، وإحنا كلنا حاطين بعض، لأننا قضينا مع بعض 4 شهور 5 شهور مع بعض، فالكواليس كانت لطيفة، وإلا ما كناش نستحمل إن إحنا نشتغل بال 17 و18 ساعة في اليوم. طبعا يعني إحنا تعبنا قوي، يعني أنا تعبت، كان في استهلاك جسماني جامد جدا لينا كلنا الحقيقه. اكيد. فقلت يا رب يعني مجهودنا ده يجيب فايده، الحمد لله. انا شايفه يا هالة على السوشيال ميديا الناس كلها مدلعاكي، ونجمه رمضان، والناس الحقيقه عامله لك يعني تعليقات كتيره جدا يعني. الحمد لله. طيب عايزه اسالك على حاجه، يعني انا متاكده ان الصوره في جيبك دلوقتي، الصوره اللي بتطلعيها لنا كل يوم دي. صورة عبد الجواد اللي انت ماسكاها، مين صاحب الفكرة دي؟ الصورة اللي معاكي على طول. محمد سامي طبعا. هو ان انت تفضلي تطلعي الصورة وتسرحي بقى معاه. طبعا هو موجود قاعد معايا وشايفاه وعايش معايا عبد الجواد. طب انا عايز اعرف يا هالة، من البداية لما تم ترشيحك يعني او طلبوا منك انك تكوني موجودة، قولي لي بصراحة، ترددتي ولا قبلتي ولا خفتي ولا فكرتي؟ يعني الحال كان عامل ازاي؟ هو في الأول خالص محمد ثاني دايما أنا بقول أنا عايزة أشتغل معاه. ليه؟ لأنه الممثلين دايما بيبقوا في أحسن حالاتهم معاه. فأنا عايزة أعرف إشمعنى؟ ليه؟ فالحقيقة كلمني، كنا في الصيف لسه، وقال لي بصي أنا عندي فكرة كده، لسه ما كانت حتى كريتني كتبش. بس انا عمال افكر في الشخصيه، مش شايف حد خالص غير اختي. لكن هي ام جعفر ولو اخ كمان اكبر. ايوه، احنا عندنا مشكله في السن،
فقلت له انا شخصيا ما عنديش مشكله خالص. انت معديه الحكايه دي من زمان يا هاله، ما بيفرقش معاكي. وبعدين احنا ممكن المكياج يحل اي مشكله. صحيح. يعني انت مثلا في عفاريت عدي علام كان الجسم تخين قوي. صح، وشعرك كان كبير و... وانا وشي رفيع. فعملنا فيلر انه تخنت الخدود علشان يبقى لايق على الجسم. صحيح. احنا هنا عملنا ميك اب، عملنا تغيير في ال... هتلاقي في كرمش عند يعني حتى لو هي محتفظه ببقيه جمال لكن في اثار الكبرى عليها. ايوه. علشان حتى اللغد، يعني عملنا لغد، هو انا عندي لغد اوريدي بس كبرناه. ايوه عشان يعني تدخلي في الشخصيه دي. علشان ابقى عشان احمد فهيم. ايوه. طب قولي لي يا هاله، يعني رمضان صغير في السن لكن هو في المسلسل لا كبير. طبعا، ما هو حتى عنده شيب وكبر، وما هو ده واضح يعني. بس قولي لي المنافسات بقى ما بينك وما بين رمضان، يعني عندك مشاهد كتير معاه، عندك مشاهد كتير مع باقي الفنانات، كلميني عن الكواليس عامله ازاي. انا عارفه خفه دمك وعارفه طبعا يعني مشاهد ممكن تبقى عامله ازاي في وجودك يعني. لا، هو الحمد لله انا في كيمياء بيني وبين رمضان قويه جدا، وكنا بندي لبعض. احنا لسه في مشاهد ماستر سينز بيني وبينه. مشاهد حقيقي حلوه. يعني ان شاء الله تعجب الناس. عارفه انا عاجبني ايه في شخصيتك كمان؟ انه انت الشخصيه طالعه مكتوبه بطبيعتها، يعني مش عاجبها الزوجات دول بكل ما فيهم، اللي اهلها ايه واللي عملوا ايه. فانا شايفه حتى انت كمان اضفتي من ادائك اللي هو شخصيه ما بتشيلش جوه، يعني اللي هي شايفاه بتقوله على طول. ما فيش فلتر. ما فيش فلتر. اكيد. وبعدين هي طيبه، في ناس قالوا لك صوتها عالي، لا ما هي مش في دايما، وهي الست لما عادة لما بتبقى من غير راجل بتحاول تداري ضعفها بالصوت العالي. صحيح. وهي اساسا من حاره، وابوها تاجر وتجار، ويعني عبد الجواد لما مات هي موجوده واقفه، فطبعا ست طبيعي بصوتها كده. ايوه خلاص اتعودت على الاداء ده. طيب انا انت لسه بتصوري مش كده؟ ما خلصتيش؟ خلصت. الحمد لله. فانت كده بتستمتعي مع المشاهدين وبتشوفي الحلقات وانت بتتفرجي بقى، مصدقه صفصف؟ مصدقاها قوي. يعني حاسه ولا بتقولي انا عملت الدور ده ازاي؟ لا مصدقاها قوي، لاني انا عندي النموذج ده، عندي واحده صاحبتي بالتركيبه دي. لكن انا ده المسلسل الوحيد اللي لما بيتعاد حابه اشوف الحلقه تاني. بترجعي تتابعيها تاني. طب ده شيء كويس، يعني معناها ان انت راضيه تماما عن الاداء بتاعك. قولي لي يا هلا، عندك وقت بتتفرجي على الدراما على مسلسلات تانية؟ لا خالص للاسف. ما عندكيش وقت طبعا اكيد. لا انا مركزه مع جعفر تماما يعني. خلاص انا عموما يعني سعيده اولا لان انت دايما بتحاولي انك تبقي مطوره وتروحي لادوار احنا ما نتخيلش ان انت تقدميها. يعني السنه اللي فاتت كنت نصيره للمراه، السنه دي انت قاعده بتقدمي دور كوميدي مختلف، وده بقى تحدي ما بينك وما بين نفسك انت اصلا كفنانه. بشكرك جدا، كل سنه وانتي طيبه ودايما متالقه ودايما منوره شاشه التلفزيون، ورمضان بيكي بقى حاله خاصه. كل سنه وانتي طيبه.
زي ما قلت لكم كده احنا بنتفرج الفنانين عندنا مهم جدا كمان هو يبقى مقتنع وحابب الدور، لان هو جزء من نجاح اي عمل. هي فكره كمان انه كل الفنانين يبقوا حاسين ان هم بيقدموا حاجه حتى وان كانت اجتماعيه بسيطه، بس توصل للناس كمان بمنتهى الصدق. لسه عندي كلام كتير في الدراما، لانه انتوا عارفين احنا رمضان يعني الدراما فيه متنوعه ومختلفه. خلينا نكمل كلام بعد فاصل قصير، ارجوكم ابقوا معنا. تفضلوا. رمضان رمضان والمسلسلات، بس طبعا أنا عايزة أقول لكم إنه وجودنا في طبعا هذه الصناعة، أنا دايما بشوف إنه على قد كم المسلسلات اللي موجود، بس ببقى مبسوطة لأنه ده انتعاش كبير جدا لصناعة الدراما التلفزيونية. الدراما التلفزيونية اللي بدأت هنا تحديدا في هذا المبنى، ما كانش وقتها لما مع بدايات يعني شهر رمضان لما فكروا يعملوا إيه عشان يشدوا الانتباه. طبعا كانت الدراما اللي بتشد الناس أكتر قبل دخول التلفزيون كانت الدراما الإذاعية، فكانت الناس انتوا عارفين اللي هو مسلسل الفطار، اللي هو حط الراديو والناس كلها تقعد تسمع مسلسل الفطار، وكان المسلسل ده هو المسلسل الرئيسي، فكانت الناس لسه معتادة لأن الإذاعة بدأت قبل التلفزيون إنه لازم الراديو مفتوح والناس تسمع مسلسل الإذاعة. لكن بعد فترة مع دخول التلفزيون بدأ التلفزيون يفكر على طيب في شهر رمضان أنا لازم أقدم، يبقى عندي خريطة مختلفة، ومن هنا بدأ تقديم مسلسلات رمضان. وبدأت البداية أن لازم تكون مسلسلات اجتماعية بتناقش الأسرة، بتناقش القضايا المختلفة. بدأت فكرة الفوازير، فوازير في البداية كانت ثلاثي أضواء المسرح وخفة دمهم، فبدأ فعلا من هنا بداية مهرجان رمضان الدرامي، وانه يبقى فيه انتاج كبير وانه يبقى فيه خريطه دراميه مشي عليها طبعا التلفزيون والدراما بعد كده وتلفزيوناتنا او شاشاتنا المصريه كلها. سعيده دلوقتي لما انت تيجي تبص على كل الشاشات المصريه فتلاقيها منوره بصناعه للدراما، وبتضايق وبزعل لما الناس تستعجل. النهارده مثلا 7 رمضان، صحيح دلوقتي فات اسبوع على الدراما، ممكن الناس تبدا تقول بعض الاراء، ولكن الهدم ده لازم ننتظر، لانه المسلسل بيتبني بشكل تصاعدي، يعني في بدايه في وسط وبعدين النهايه او الحلول لحد نهايه المسلسل. فمش معقول من الحلقات الاولى الناس بتعلق تعليقات ولسه ما شافتش الخطوط هتمشي ازاي وايه اللي هيحصل، فلازم برضو نديهم فرصه انه تتفرجوا وتستمتعوا اكتر يعني طول الوقت. طيب خليني اروح كده عند مسلسل من المسلسلات المهمه الحقيقه، حضره العمده للكاتب الكبير ابراهيم عيسى والنجمه روبي. والمسلسل الحقيقه اهميته انه بيطرح قضايا مختلفه، فكره البنت الصعيديه ان هي تبقى عمده بلدها وان هي تقدر تبقى موجوده بقوه وتقدر ان هي تسند بلدها بشكل كبير. والمسلسل الحقيقه يعني تعرض لحاجات كتير، التطرف والختان، الختان اللي بيؤذي المراه وبيؤذي الفتاه بشكل كبير، وتولي المراه للمناصب المهمه. وهنا انا الحقيقه يعني بستغرب جدا ان احنا ما زلنا بنناقش ده، ايوه ما زلنا بنناقش ده، لانه رغم ان المراه المصريه دلوقتي موجوده في الوزاره وزيره، موجوده كمحافظ، موجوده كعمده، يعني موجوده في البرلمان، لكن انت لسه عندك بعض الاراء اللي موجوده وبعض الأصوات موجودة مش قادرة تتعامل طول الوقت، فأنت محتاج تقدم الأفكار وتعمل لها تعميق، تبقى يعني ثابتة كده. الغريب كمان أن أنت عندك إيه القضايا دي اللي بتتقدم في المسلسل، هتلاقي كده لجان إلكترونية موجودة تفضل إيه تفرض هي كمان رأيها، يعني أو أن هي تحجم شكل ودور المرأة. خليني كده أدردش أكتر وناخد رأي متخصص أكتر مع الناقد الفني مصطفى الكيلاني ونعرف رأيه. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. مساء النور، وكل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب وبألف خير. أستاذ مصطفى، وإحنا بنتكلم عن حضرة العمدة بنتكلم تحديدا عن
قضايا المرأة وجود المرأة وعدم التوريث بتاعها في يعني بالنسبة حتى للصعيد والقضايا اللي تناولها الحقيقة المسلسل هي مش قضايا جديدة، ولكن يبدو ان احنا محتاجين طول الوقت ان الدراما صوتها يفضل عالي عشان يوصل لكل البيوت ولكل الأذان ويناقش الآراء اللي لسه ما عندهاش اقتناع. هو فندم احنا ما زلنا محتاجين كتير جدا جدا نماذج توعويه. محتاجين كتير جدا ان احنا نشتغل على نفسنا ونشتغل على اداءاتنا ونشتغل على الدراما بتاعتنا. نعمل نماذج كتير من وافكار كتير. صحيح. وده محتاج مننا وقت ومجهود وتفاصيل كتير جدا جدا جدا. انت عارف منها ما يحدث الارك دراما رمضان السنه دي. ايوه. طيب انا عايزه اتفضل حضرتك. احنا عندنا النهارده السنه دي نماذج مهمه في الدراما، مش حضره العمده بس، لا احنا عندنا حاجات كتير جدا لازم نشتغل عليها ونتكلم عليها، افكار وقضايا، ومش دور الدراما فقط انها تقدم ترفيه، ده طبيعي، ده جزء من ادوار الدراما. لكن مهم برضو ان يكون عندي ان الفن بيسوق لقدام، بيسوق الافكار لقدام، ويسوق المجتمع انه يتقبل الافكار التقدميه، وخاصه ان احنا اتعرضنا لهجمه ضخمه جدا دخلت تحاول تشوه هويتنا المصريه الوسطيه الجميله، ودخلت علشان تحاول تغير بنيه المجتمع، وشفنا النتيجه دي من بعد 2011. صح. فطبيعي انه لازم الفن ياخد دور، وانا حتى الان رغم انه في مجهود كبير وضخم بيبذل، لكن احنا محتاجين طول الوقت الفن يشتغل على ده، يشتغل على التوعية، يشتغل على دعم الافكار التقدمية، دعم تقدم المجتمع. مفيش مجتمع راقي وذو قيمة في العالم الا لما يكون عنده فن وثقافة دي. طبعا اكيد. انا لما يكون عندي فن وثقافة بالمستوى ده ونلاقي هجوم عليها، اعرف على طول انه في حاجه غلط، في لعبه بيحصل. اكيد. انا بس عايزه يعني اكد. انا مثلا اتفضل، عايزه اكد واحنا حضرتك سامعني كويس؟ تمام حضرتك يا فندم. طيب يعني عايزه اكد كمان، وحضرتك بتكلمنا عن التفاصيل وانا موافقه جدا على وجهه النظر دي. اللجان الالكترونيه اللي طرحها المسلسل، اللجان دي اولا بقت يعني ايه هدامه بشكل او باخر. يعني مثلا خلينا نقول احنا الان في شهر رمضان، والمنتج اللي موجود يعني والصناعه اللي موجوده في مصر الان هي الصناعه الفنيه اللي الناس بتتابعها في الشهر الفضيل من كل عام. وصناعة الدراما المصرية صناعة مهمة، هي مش بس بتقدم مسلسلات للتسلية، لا ده في صناعة فيها خدمة للرأي، فيها خدمة للمجتمع، فيها خدمة لقضايا كتير بتهمنا، بنشوف حاجات كتير مختلفة. انت كمان بتشغل الصناعة بتاعتك دي اللي بتنتقل بعد كده للعالم العربي، فانت كمان أفكارك ومجهودك وفنك وتعبك بيوصل بشكل أو بآخر، صوتك في الحياة يعني من خلال الدراما بيوصل لكل مكان. يا فندم الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي. صحيح. وكذلك المسلسل المصري. احنا حتى لسه بنقول عايزه اشوف فيلم عربي، يعني دايما هي الكلمه مرتبطه يعني، او مسلسل عربي. بالظبط كده، بالظبط كده. فانا دلوقتي انا النهارده جزء من تاثيري على محيطي الاقليمي والعربي والافريقي هو فني. يعني احنا حتى في ناس انتوا بتعملوا ليه مهرجانات فنيه، مهرجانات سينما ومهرجانات مسرح، ودي بتاخد من مجانيه الدوله وبالنسبه لنا دي زادت
فترة حكم الجماعة الإرهابية. طبعا ما هم طول الوقت هيقولوا لك ايه يعني انتوا عندكم فلوس تصرفوا على الحاجات دي، هم مش قادرين يفهموا. لا ان ده مهم كمان يعني. طب نقفل باب صناعة؟ ما في على فكرة في ناس بتشتغل في الفن، في ناس بتشتغل في الصناعة، يعني زمايلنا وناسنا اللي بيشتغلوا مثلا مديرين تصوير اللي موجودين معايا في الاستوديو، اللي زيهم في الدراما، اللي في المونتاج، اللي في الديكور. يعني الدراما مش بس فنان، مش مخرج، مش كاتب، لا الدراما عالم. لا لا في عالم موجود خلف الكاميرات. صحيح، ده جزء من دور مصر. طيب قبل بس ما حضرتك تسيبنا استاذ مصطفى، يعني انا يعني ساعات بقول انه هل يعني قد ما احنا تقدمنا في حاجات، ولكن هناك بعض الافكار لسه الدراما بتشتغل عليها. انا هاخدك لحد يعني الاديب الكبير عبد الحميد جوده السحار لما قدم فيلم مراتي مدير عام، وقدم الفيلم ده تحديدا علشان المراه تقدر تتبوأ مكانه وتكون هي مديره وموجوده ومسؤوله، ممكن تبقى زوجه في البيت لنفس الشخص وتبقى مديرته في الشغل. فانت تتخيل انه الدراما من هذا التوقيت، بنتكلم من الستينات لحد 2023، احنا لسه بنشتغل على نفس وجهه النظر بتقدم. يعني شايفه انت بطيء ولا شايفه سريع؟ شوف يا فندم، في التوقيت ده كان هناك توجه عام، الدولة كان عندها وعي بدور الفن، فدعمت فكرة انه الفن يشتغل على تقديم افكار تقدمية زي دور المرأة ووجود المرأة كنصف اللي في المجتمع. فكان في مثلا الباب المفتوح ومراتي مدير عام وغيرها. طبعا. وبالمناسبة مراتي مدير عام متصنف انه واحد من اهم خمس افلام كوميدية في تاريخ مصر. صحيح. فاحنا كنا بنقدم الافكار بطريقه مغلفه التحول. صحيح. النهارده الدوله بقى عندها وعي من تاني ان هي تقدم افكار مهمه بالشكل ده. صحيح. رغم ان وضع المراه استقر، يعني انا عاجبني ان وضع المراه في مصر بقى افضل بكتير. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على بنعمل مسلسل حضره العمده علشان تبقى عمده، واحنا عندنا عمده في الواقع. يعني المرأة بقت عمدة حقيقية، وبقت محافظ، بقت وزيرة، فده شيء رائع ان احنا وصلنا الى هذه المكانة، ولكن ده تطلع للأفضل والأحسن. يعني لأنه احنا، انا دايما عندي وجهة نظر كده بقولها للأصدقاء، انه احنا مش مجتمع ذكوري، احنا بالأساس مجتمع أنثوي. احنا المجتمع المصري من قديم الأزل، منذ بداية الحضارة المصرية، وهي مش من 7000 سنة، دي من 15000 سنة. فاحنا بنتكلم على من بداية الحضارة المصرية، ده مجتمع المرأة جزء رئيسي فيه. حضرتك ادخلي أي معبد، ادخلي اتفرجي على معبد أبو سمبل. صحيح. اتفرجي على تماثيل المصرية، هتلاقي المرأة هي السند للرجل، التمثال بيقدم ده. أكيد. يلا عموما عقبال ما نقدم بقى قصة نيفرتيتي وحتشبسوت ونشوف كل الحاجات اللي إن شاء الله اللي هي بجد يعني تبرز قد إيه المرأة كانت قوية جدا. بشكرك جدا الناقد الفني، حضرة العمدة الفني، الناقد الفني مصطفى الكيلاني، أشكرك شكرا جزيلا. جملة على فكرة في مسلسل حضرة العمدة، وهو بيقول إيه، أهي شجرة الدرة هتيجي تبقى حضرة العمدة. يعني حتى يعني الكاتب الأستاذنا الكبير إبراهيم عيسى كاتب الجمل اللي الناس بتقولها، يعني لما ست تتقلد منصب بيقولك جابوا لنا شجرة الدر. يعني وكأنه المصري ده لطيف ومثقف طول الوقت، وكأنه إيه، يعني شجرة الدر علشان كانت شديدة يعني. لكن الحقيقة مهم إن احنا طول الوقت، علشان العقول التي لم يصل إليها النور، يعني في عقول لم تتنور بعد ولم يصل إليها النور، نفضل نشتغل إحنا عليها في أعمال كتيرة. خلينا نروح لعمل تاني وأنا قلت لحضراتكم عليه في البداية، سوق الكانتو. وقلنا سوق الكانتو ده كان سوق موجود في مصر. شوف مصر دي مر عليها حاجات كتيرة جدا، حتى مسألة التجارة في مصر وتجارة الكانتو وتجارة الأقمشة وتجارة الملابس أو البالة زي ما بيقولوا، كان ليها عالم. بصوا الصورة بتقول إيه، بص الشوارع دي كانت موجودة حقيقية. أولا أنا بحيي هذا الجهد والإنتاج الضخم الرائع، ديكور وأجواء وأزياء،
الأزياء والإكسسوارات اللي بتعود لهذه الحقبة والزمن ده. طبعا الفنان الكبير أمير كرارة والفنانة الجميلة مي عز الدين. والشارع بص الشارع ده شارع كله ديكور، يعني مبني معمول لهذا الحقبة وهذا الزمن بشكل كبير. أولا كمان مي عز الدين طالعة بشكلها زي الوقت، الشكل ده، الأزياء الفرنسوية، الطريقة، اللبس، الشخصية. حتى أعتقد أن هي قصت شعرها أو ظهرت بشعر قصير عشان تدي الروح للشخصية. مهمة قوي الأزياء، بتبقى مهمة جدا. هي بطل من أبطال الأعمال اللي فيها حقب تاريخية. ليه؟ علشان تأكد لك الصورة وتوصل لك المعنى. ما هي لو مش لابسة بالطريقة دي مي عز الدين وبالأسلوب ده، أو حتى طريقة الشكل والشعر بتاع أمير كرارة والشنب واللبس والجيلي بتاعه والشكل والإكسسوارات اللي حواليهم كلهم في الأزياء، لو هم مش لابسين كده، شايفين المصري لابس العمة اللي هي كانت عليه أو البريل اللي لابسه فتحي عبد الوهاب، دي كلها بتأكد على الفترة اللي انت بتتفرج عليها. فلما حضرتك تشوفها تبقى كمان مقتنع تماما. خليني أخد مزيد من التفاصيل. زي ما قلتلكوا هي صناعة، ففي ناس كتير بتشتغل وناس مبدعة. معايا المصممة المبدعة، مصممة الأزياء مروة عبد السميع. مساء الخير يا أستاذة مروة. مساء الخير، أهلا بحضرتك، إزيك؟ يعني اولا انا بحييكي، لانه يعني الجهد باين في كل طبعا الشخصيات في المسلسل، وباين اكتر يعني من طبعا الازياء للسيدات، لانه هي اللي فيها كمان مجهود كبير يعني. فكلميني على الكواليس بشكل عام. انا شايفه طبعا الصوره بتتحدث عن زمن قديم. احنا المسلسل بدور احداثه في اواخر العشرينات، اوائل الثلاثينات. طبعا احنا الوقت ده ما عندناش ليه افلام، لان السينما ظهرت في اواخر الثلاثينات، والوقت ده كانت الافلام صامته، فعينينا مش متعوده على الوقت ده او مش عارفينه، مش زي الافلام بتاعت الستينات والسبعينات عينينا واخده عليها. ومصر في الوقت ده احنا كنا اب تو ديت قوي، احنا كنا زينا زي الاوروبيين. سوق الكانتو ده عبارة عن سوق بيبيع الأقمشة والملابس اللي جاية من أوروبا، فالناس كانت متطلعة. وطبعا كان لسه في جزء الشعبي والجزء الخديوي، الناس اللي بتلبس، الأرستقراطيين، والجزء الشعبي اللي زي ما بنشوفه في أحداث المسلسل. الاثنين موجودين، والشارع المصري كان مليان بالطبقات المختلفة دي. ايوه، يعني مثلا المشهد اللي قدامي ده يا مروه، شايفه انا مي عز الدين هي لابسه البري بتاعها والشكل الكلاسيكي الراقي، ومعاها بقيت يعني فتحي عبد الوهاب برضو هو لابس نفس طريقه، هتلاقي واحد تاني لابس كده طاقيه. يعني انت عندك الفئات باينه حتى من ملابسها. بالظبط، احنا كان في فيلم اجانب اللي عاملينه، فيلم صامت عن الشارع المصري. الفيلم ده موجود على الانترنت، ده اللي احنا مشينا عليه. وطبعا بوجود الباحثين التاريخيين اللي كانوا بيتابعوا معانا كل التفاصيل، احنا جمعنا النسبه بتاعه الشارع، كم واحد لابس جلابيه، كم واحد لابس جلابيه وعليها بلطو، كم واحد لسه بيلبس العبايه، كم واحد بيلبس الطرابيش، لان الطرابيش كانت ابتدت تقل وتقتصر على الموظفين الحكومه والطلبه. فعشان كده كان ابتدى يدخل ان الناس ممكن واحد يبقى لابس بدله ببرنيطه وواحد تاني يبقى لابس بدله بطربوش. طب انت هنا رجعتي بقى الكتب ومصادر، مجلات قديمه، يعني واضح ان انت قعدتي اشتغلتي وبعدين رحتي بعد كده تطبقيها بقى في الازياء وعلى الفنانين. فكلميني الاول على مرحله التحضير. بصي احنا قعدنا شهرين كاملين بس بنبحث. بنبحث، جمعنا كل مجله المصور من في كل العشر سنين اللي احنا شغالين عليها، جمعنا المجلات بتاعت المصور كلها، فيها صور كتير جدا المصريين، جمعنا صور استوديو مصر لان ده كان المكان الوحيد اللي المصريين بيروحوا يتصوروا فيه، فجمعنا صور لعائلات مصريه كانت عايشه في مصر، صور حقيقيه لناس بجد يعني عايشوا في الوقت ده. وطبعا الانترنت مليان، جمعنا باترونات وجمعنا صور للملابس وجبنا مجلات، عملت اوردرز مجلات بتشرح كل حاجه بالاكسسوارات بطريقه تفصيل، حتى اللبس بالاختلافات، حتى في البدل، الكولا بتاعت البس، البليزر. جمعنا داتا كبير جدا، طبعنا كل الحاجات دي وجمعناها وابتدينا نشتغل بعد مرحله بحث
بشهرين كامله. طبعا انا كمان شايفه انه في مرحله، لان دلوقتي الصور كمان مرحله البيت المصري، يعني البيت بقى المصري اللي هو اهل البيت، الناس البسيطه او الناس اللي هي شعبيه، برضو كانت بتلبس شكل مختلف عن الشارع. فبرضو انت عندك نفس لازم تدخلي جوه البيت وتشوفي كانوا بيلبسوا ايه، يعني الصور بالزبط. بيت المصري غير مثلا الصوره اللي عندي على الشاشه دلوقتي، ده للناس اللي هم الطبقه الراقيه بقى، البرانيت والاكسسوارات اللي كلها مجوهرات، الشكل مختلف. بالظبط. كانوا الشعبيين لسه بيلبسوا الفستان بسيط وعليه لازم البرقع واليشمك والملايه اللافه. طب ده كان الشكل. مروه يعني بعد ما حضرتي وخلاص هنبدا بقى نعرض على الساده اللي هيمثلوا طبعا، فطبعا الفنان برضو بيبقى لسه مش عارف هو ايه اللي هيليق عليه، ايه اللي هيلبسه، انت كمان بتعيشيه في زمن غير الزمن اللي هو عايش فيه، فلازم هو يبقى مقتنع ان هو شخص تاني في زمن تاني. طبعا بتاخدي بقى وقت معاه لانه برضو لازم يعني تبطليه كل عاداته، يعني شايفه مي عز الدين بشعره قصير، طريقه المكياج كمان مختلفه، يعني الشخصيه بتتغير تماما. طبعا احنا بنحاول طبعا كمان ان احنا نعمل اختلافات في كل واحد. انا من مدرسه ان انت لما تشوفي الممثل في ال 30 حلقه تبقي دايما شايفاه بنفس الروح بنفس السكه، فعينك تبقى واخده على طول على انك دايما بتشوفي امير بالسديري والقميص، يزود عليه بلطو يشيل بلطو، دايما عينك واخده على انه بالشكل ده. ايوه. لما تشوفي هي دي الشخصيه بتاعته، هي الشخصيه بتاعته كده بتلبس كده. بالظبط. لما تشوفي فتحي عبد الوهاب تفضلي شايفاه طول الوقت وسط كل الممثلين بتاعتك، يعني تلقطيه على طول من صحيح. بعيد حتى ان هو ده الشكل بتاع فتحي عبد الوهاب، فازاي تدي كل ممثل بشخصيته اللي طالع بيها دراميا ازاي تديله الشكل اللي عينك تفضل مستريحه عليه. طبعا الساده الفنانين الرجال بيبقوا اسهل من السيدات، السيدات بقى بيبقى عليها عبء كتير، بتغير شكلها وشعرها ولبسها وكل حاجه يعني. هو اسهل بس ازاي تعملي الفروقات في السهل ده، لان في الاخر هو اسمه قميص وبنطلون وسديري العناصر قليله. صح. غير طبعا الستات كل ما هتلبس برنيطه شكلها هيختلف، كل ما هتحط اكسسوار الشكل بيختلف. مي عز الدين اتعاملت معاكي ازاي؟ كانت بسيطه مقتنعه اضافت، يعني بعد ما بتلبس هي الشخصيه انت حسيتي ايوه هي دي 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 الشخصيه بتاعتها فعلا؟ بصي مي كانت من ده كان اول تعاون ما بيننا، يعني ده اول عمل نعمله مع بعض، بس الحمد لله كان فيه سلاسه وثقه في البروفات. كانت كل ما تلبس حاجه كانت بتبقى مبسوطه وحاسه انها عماله كل احنا عملنا مثلا خمس ست ايام بروفات كامله بنقيس كل لبس الشخصيه تقريبا، كنا بنقيس ب 30 طقم في اليوم باكسسواراته ببرانيته. هي من اول يوم وهي مبسوطه، الحاجه الوحيده اللي خدت مننا وقت شويه هي الباروكه، لحد ما قررنا اللون لحد ما قررنا الطول. طبعا الوقت ده بتاع الشعر القصير، والناس اللي كانت متابعه الموضه زي شخصيتها هي في المسلسل كانوا لازم بيقصوا شعرهم. صح. الناس الشعبيين كانوا لسه محتفظين بان هو يبقى الشعر طويل، بس لو هنحاول نبقى على الموضه شويه بنسرحه اكنه قصير. ايوه. فاخدنا القرار من اول يوم ان احنا هنبقى شعر قصير، والحمد لله يعني طلع حلو والناس كلها اعجبت بيه. اكيد هي الاجواء بصراحه كلها وفيها كده حقبه من الزمن احنا ما حدش فينا عاش الحقبه دي، فهيبقى فرصه ان الاجيال الموجوده دلوقتي وكانها بتعيش في زمن تاني بقصص تانيه. المسلسل انتوا لسه بتصوروا ولا انتهيتوا من اللعب؟ لا احنا لسه قاعدين شويه، يعني قدامنا بتاع اسبوعين كمان ان شاء الله. انتوا لسه يعني مكملين في رمضان يعني. بتمنى لك التوفيق يا مروه، بنتمنى لمسلسل سوق الكانتو التوفيق، وزي ما شفتوا احنا فعلا بنتفرج على، ودي فرصه الحقيقه، دي فرصه الدراما بتقدمها لنا السنه دي، إن إحنا نعيش كمان في زمن ونشوف. بس ساعات تسأل نفسك السؤال ده، هل يتغير الزمن؟ يعني هل التاريخ بيعيد نفسه؟ الإجابة أحيانا بتكون نعم جدا، لأنه
لما هتشوف العلاقة اللي موجودة في مسلسل الكانتو والتجار والمنافسات هتلاقيها هي نفس اللي بيحصل دلوقتي، ولكن مع تغير الزمن. يعني الشخص الشرير هو بشره موجود، والشخص الطيب موجود، واللي بيكافح موجود، والطموح موجود، ولكن مع اختلاف بس الأدوات أو اختلاف شكل مصر من الخارج كان عامل إزاي. وبتشوف برضو أحداث كتير بيبان بقى ابن البلد وحفاظه على بلده والوطنية والمرجلة والجدعنة. يعني امبارح كان في مشهد في سوق الكانتو اللي هو المفروض الفتوة، والفتوة هناك لما بدأ في التاريخ المصري القديم ما كانش الفتوة اللي هو الراجل البلطجي، الفتوة ده كان مفروض ان هو بيحمي أهل منطقته أهل حتته، ودايما معاه العصاية بتاعته دي لأن هي زي سلاحه، وهو مفروض يبقى مع الناس البسيطة والفقيرة والغلبان، بيبقى هو الحامي بتاعهم ضد أي معتدي. فطبعا ده كله بتشوفه أنت في المسلسل، وبتشوف قد إيه بيقدروا يعملوا كل الحاجات دي. الدراما لسه مكملة، وإحنا لسه مكملين، ولسه بنتفرج على حاجات كتيرة جدا مرت على مصر. تعالوا ناخد فاصل ونرجع نواصل معكم باقي فقراتنا. كونوا معنا. زي ما اتفقنا أجمل ما في رمضان هو التنوع، أن أنت تقدر تشوف أعمال كتيرة جدا، بيبقى في فرصة كمان أن الدراما تسجل لحظات مهمة وطنية مرت على بلدنا. مسلسل الكتيبة 101 هو العمل الوطني الأبرز في رمضان السنة دي، والحقيقة بيتناول بطولات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب في سيناء. وطبعا أنت عشان تعمل ده لازم تقدر تصمم مشاهد المعارك الحربية وتصورها بشكل متقن جدا، عشان حضرتك لما تشوفها تبقى حاسس قد إيه هي قريبة جدا للحقيقة. أحيانا بيبقى فيه مشاهد حقيقية بيحصل دمج من المشاهد اللي بتبقى موجودة، بيبقى فيه ملاحظات طبعا كتيرة وفي أفكار كتيرة. بصوا الصورة بديعة إزاي وحقيقية إزاي، لأن أنت كمان لما تتكلم على قواتنا المسلحة أو على كتائب معينة أو على مجهود اتبذل وطني لازم تكون يعني أقرب حقيقي جدا علشان تقدر توصل المجهود الكبير اللي اتعمل والأرواح اللي راحت والناس اللي بتقدم للوطن الحقيقة يعني الروح والدم بتقدم الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. خليني أخذ هذه المداخلة مع مدير تصوير مسلسل الكتيبة 101 لأنه مهم. مدير التصوير هنا عينه هي اللي بتخليك تشوف كل حاجة كأنها حقيقة، الأستاذ محمد مختار. مساء الخير. الخير يا فندم. يعني وانا بشوف بعض المشاهد والصور ومشاهد كتيره جدا، مسلسل صعب، وانت بتكلمني وانا شايفه المشاهد على الشاشه، نار وصحراء ودبابات ومدافع ورشاشات، وده غير الابطال بقى اللي هم موجودين. يعني طبعا الروح والاداء وادائهم ورجولتهم يعني الحقيقه مشهد صعب. ده بيساعد ويدي الواحد روح ان هو كمان يبدع في التصوير لما بيلاقي الروح دي قدامه، والناس يعني بتدي قوي بتعمل، يعني تحس ان انت بتصوري معركه حقيقيه. فده بيخلي الواحد كمان بيديله طاقه ايجابيه جدا ان هو يبقى روحه معاهم وبقلبه معاهم، وبيبدا بقى في النهار سواء نهار او ليل. والمعركه الاولانيه دي اللي هي في الحلقه الاولى بتتكلم عليها دي فيها حرايق ودبابات وبتاع، دي كانت مقسومه تقريبا على 3 ايام يعني مش يوم واحد. واضح. بص الصورة بتتكلم عن مجهود كبير، يعني التصوير كمان في الصحراء انت بتتكلم على طقس، على مواعيد شمس علشان التصوير والزوايا، على بتتكلم كمان يعني وانت موجود في الصحراء بتتكلم عن حاجات كتير، طقس ومواعيد وشمس. هو كمان النهار يعني في اول النهار وبدري ولا الظهر ولا الظل باين ولا النهار مدته قليلة، كنا لسه يعني قبل رمضان، فالنهار يعني كان مدته قليله، فصعب ان انت تصوري مشهد كل يعني مشهد العيون في الحاله الاولى ده يعتبر حوالي 210 شوط. كلمني عن حاله كمان الفنانين، يعني الفنانين اللي هم لابسين، طبعا الفنانين الكتيبه نفسها لابسه زي القوات المسلحه، والارهابيين لابسين الملابس العاديه اللي هم بيطلعوا لابسين بيها، فطبعا برضو لما الفنان بيلبس اللبس وبيبقى قدامك كشخصيه برضو في مسؤوليه، يعني ان انت لازم تبرزه زي ما هو بيمثل القوات المسلحه، بيمثل جيشنا. بالزبط. فلازم يكون بنفس الـ 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 الشهامه والثبات.
يعني هو الموضوع برضو ما بيعتمدش على الاضاءه والتصوير بس، طبعا ماسكه السلاح بمعنى الناس بقى طبعا من القوات المسلحه دي يعني برضو بيدربوهم ازاي ماسكه السلاح الصح، ازاي المشي الصح، يعني كل الحاجات دي اهم كمان من الاضاءه والتصوير، يعني طبعا اهم من الاضاءه والتصوير، يعني هي دي الحاجات دي لو الاضاءه حلوه في حاجه غلط او فيك في الموضوع ده مش هتطلع حلوه. طب السؤال الاخير بس قبل ما نختم، الزوايا اللي مستخدمه، هل في كاميرات خاصه للصحراء، كاميرات في جرافيكس مثلا، في حاجات بتدخل مونتاج؟ في جرافيكس يعني بنزود نار في حاجات معينه، بنزود دخان في حاجات معينه، يعني بنبقى في يعني حاطين اوريدي نار بس احنا بنزودها في الجرافيكس. الطلقات اللي بتبقى طالعه من الرشاشات دي بيبقى جرافيكس، اغلبها جرافيكس. أكيد دخان زيادة، ضباب زيادة. عموما يعني نتمنى لكم كل التوفيق، والمسلسل فيه مجهود كبير جدا والصورة بتتكلم أكتر الحقيقة، أحيانا مش محتاجة تعليق ولكن المجهود يعني تشكروا عليه ونحييكم عليه، ده إبداع الدراما المصرية. بشكرك جدا مدير تصوير مسلسل الكتيبة 101 الأستاذ محمد مختار، وزي ما قلت لكم الدراما هذا العام متنوعة، أنت عندك فرصة أن أنت تشوف الموضوع اللي أنت عايزه، تشوف الموضوع اللي بيعجبك، تقدر تشوف حاجة أو اتنين أو تلاتة، في النهاية تقدر كمان تستمتع وتقدر كمان تشوف قد ايه بلدنا مليانه قصص وحكايات وتاريخ وحاجات كتير. الدراما والكلام عنها لن ينتهي، لسه الشهر طويل ولسه المسلسلات ممتعه ولسه عندكم فرصه تتفرجوا على حاجات كتير. احنا هنلتقي معكم باذن الله غدا في نفس الموعد في 9 لنكمل معكم ايضا فقرات واخبار كتيره. اشكركم والى اللقاء.